ووقتها أول العبادة أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبيرة. نعم، النية تكون مع التكبير، يعني وانت تكبر تكون نويت انك تصلي المغرب، وانت تكبر نويت ان تصلي العشاء، تقرن النية التكبير مع بعض، تكون مع بعض، هذا الأصل. لكن لو قبلها بقليل مثلا يسولف مع واحد مثلا بجنبه، أو قاعد يدعو، أو يقرأ قرآن، أو يردد خلف المؤذن وكبر الإمام قال الله أكبر، ما فيها بس. هذا قبلها إيش بيسير. بل قال الإمام أحمد عن الرجل يعني متى ينوي، قال أليس خرج من البيت يريد الصلاة؟ قالوا نعم بلى. قال هذه نيته. فلا يتكلف الإنسان في موضوع النية، لأن بعض الناس موضوع النية يعمل له وسواسا، وسوس في موضوع النية، نويت وأن أصلي أو الله بدأ يقطع، ليش ما نويت؟ بنوي مرة ثانية، الله ما نويت، هذا كله من الشيطان، لأنه تساهل في موضوع النية أنه لازم تدقق. لا لا لا، الأمور سهلة، الدين أيسر مما تتصورون، يسير جدا جدا جدا. فإذا لا يشق الإنسان على نفسه في هذا الموضوع، النية محلها القلب، والأصل في الإنسان لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بنية، فلا يشدد في هذا الأمر. نعم.